بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هنكمل كورس تعلم اللغة الإنجليزية. اليوم هنشرح the present simple tense، زمن المضارع البسيط. present simple tense المضارع البسيط، أول حاجة هنعرفها عنه، يعبر المضارع البسيط عن فعل متكرر دائما وليس شرطا أن يحدث الآن، يعبر عن العادات والحقائق. يستخدم المضارع البسيط للتعبير عن العادات والحقائق العامة، أشياء أنت بتعملها كل يوم، شيء بيتكرر كل يوم. يعبر عن حدث سوف يحدث في المستقبل لمواعيد ثابتة، مثل مواعيد الطيران، مواعيد القطارات، مواعيد البرامج التلفزيونية، ومواعيد الدراسة. دي كلها مواعيد ثابتة ما بتتغيرش، معدة مسبقة. تاني حاجة نعرفها، يتكون من إيه؟ هو تكوين المضارع البسيط. ازاي اعرف اعمل جملة في المضارع البسيط؟ عندما يكون الفاعل I, we, you, they او اي فاعل جمع بياخد verb 1 اللي هو التصريف الاولاني اللي هو الفعل الاساسي اللي هو الفعل في المصدر بدون اي اضافات. ثاني حاجة، عندما يكون الفاعل he, she, it او اي فاعل مفرد، نجيب الفعل وندف له s او es او is. يا سلام، نضيف الثلاثة دول؟ لا، نضيف واحدة منهم، إما إس إما أي إس إما أي إس. الحالة العامة بضيف إس، في شروط لإضافة إس وشروط لإضافة أي إس، تعالوا نعرفهم مع بعض كده. verb plus إس or أي إس، الverb اللي هو الفعل زائد إس أو أي إس، إمتى ضيف إس وإمتى ضيف أي إس. شوف أول حاجة كده، نضيف إس للفعل في الحالة العامة، القاعدة العامة نضيف إس. في بعض الأمثلة eat eats، ضفت لها اس. read reads، make makes، run runs، أضيف اس فقط. طب امتى نضيف اس؟ نضيف اس للفعل إذا انتهى بأحد الحالات الآتية. إذا الفعل انتهى بإس اس، ch sh o x، ادينا أمثلة كده، cross آخره اس اس، لما يبقى الفعل مفرد هي يبقى هي crosses، ضفت لها اي اس. watch watches، wash washes، go goes، fix fixes. بنلاحظ هنا الافعال اخرها اس اس كروس، watch يشاهد اخرها سي اتش، wash اخرها اس اتش، go اخرها او، fix اخرها اكس. عند اضافة اي اس crosses، he crosses، he watches، he washes، he goes، he fixes. نيجي اللي بعد كده، إضافة IES، verb plus IES، نضيف IES للفعل انتهى بحرف Y. كده بس؟ لا، في شرط يسبقه حرف ساكن. cry آخرها Y لكن اللي قبلها R حرف ساكن، يبقى he cries، حذفت ال Y وضيفت IES. carry يحمل، اخرها واي لكن اللي قبلها حرف ار حرف ساكن، يبقى هي كارز. عندما يكون الفاعل مفرد نضيف اس او اس او اي اس، هنا مع كاري بحذف الواي واضيف اي اي اس لانها تنتهي بحرف واي قبلها حرف ساكن. تراي اخرها واي لكن اللي قبلها ار ساكن، هي ترايز يعني هو يحاول. فلاي يعني يطير، اخرها واي واللي قبلها حرف ال حرف ساكن، يبقى هي فلايز. الحل اللي بعد كده، اذا انتهى بحرف واي يسبقه حرف متحرك لما خمس حروف نضيف اس فقط. مثال play plays، he plays. obey يعني يطيع، he obeys هو يطيع. طبعا ضفت اس بس ليه؟ لان الواي قبلها حرف متحرك اللي هو الاي والاي، دولت من الحروف المتحركة. حروف متحركة خمسة، a e i o u. نيجي بعد كده some verbs، بعض الافعال عشان نعرف نشتغل عليها. أول فعل هنحفظ اليوم كلمة buy، buy يشتري، wash يغسل، brush يفرش، يفرش أسنانه، يفرش شعره، watch يشاهد، cross يعبر، fix يعني يصلح، mix يخلط، cry يبكي، carry يحمل، try يحاول، obey يطيع، write يكتب. Let's read again، buy buy، wash wash، brush brush، watch
watch, cross, cross, fix, fix, mix, mix, cry, cry, carry, carry, try, try, obey, obey, riot, riot. نيجي بعد كده قاعدة مهمة عندي verb to do. verb to do زي verb to be بالظبط. اللي هو verb to be اللي خدناه قبل كده اللي هو am is are. verb to do سهل عنه شوية. verb to do do and does. يا ترى do بتاخد معي و does تيجي معي. نشوف بقى معي كده. I, we, you, they. لما يكون الفعل I أو جمع we, you, they ناخده do. وفي النفي بناخده don't. يبقى do تأتي مع الجمع زائد I. don't في النفي أيضا تأتي مع I زائد الجمع. شوفوا does تأتي معي. does عندما يكون الفاعل he, she, it أو أي فاعل مفرد تاخد does أو doesn't في النفي زي ما هناخده بعد كده. examples أمثلة ناخده مثال. what can you see in the picture? It's a kitten, very good. Kitten. Okay. نرى الجملة. I want kitten. I want kitten. أنا أريد. نلاحظ كلمة want. فعل في المصدر. Verb one. فعل بدون إضافات عشان الفعل I. What is this? Dog. Very good. هنا طبعا في emotion مش عايز زعلانة هوت. I don't want a dog. I don't want a dog. أنا لا أريد كلب. No, I want kitten. أنا أريد قطة. I don't want dog. أنا لا أريد كلب. ناخد مثال تاني. عندي حصان هوت. في فرحان وعايز حصان. He wants a horse. ليه ضفنا إس هنا؟ عشان هي وتاخد الفاعل. نضيف للفعل إس. هنا rabbit. هو زعلان مش عايز rabbit. He doesn't want a rabbit. ملاحظين doesn't جات مع هي. ناخد مثال تاني. He wants a turtle. Turtle. هو عايز turtle هو فرحان. She wants a turtle. She أخذت اسم الفعل ضفنا له اس عشان الفاعل she. She wants a turtle. في bird طائر مش عايز طائر. هي مش عايزة طائر. She doesn't want a bird. هي لا تريد طائر. Doesn't want. Doesn't مع she. Some examples. Kitten هيت. We want kitten. We. جمع. تأخذ الفعل في المصدر. بدون إضافات. We want kitten. نحن نريد قطة صغيرة. We don't want a dog. نحن لا نريد كلب. Don't want. مع we ناخد don't. في مثال كمان. Fish. They want fish. Mouse. They don't want mouse. طبعا واضح ان اخذنا want الفعل بدون اضافات لان they جمع. اخذنا don't لان they جمع بتاخد don't. ونكتفي بهذا القدر. اشوفكم المرة القادمة ان شاء الله. See you again and goodbye.